السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من مطبخ ام رسلان مع وصفه جديده اليوم اللي هي طاجين زيتون. طاجين الزيتون شنو نحتاجو كمقادير؟ بسم الله، هنايا انا عندي الدجاج، هنا تحبي ديري دجاج تحبي ديري لحم، انا يا استعملت الدجاج. بصله وسنينه ثوم كنت رحيتهم مع بعضهم. نحتاجو السناريه ولا الزروديه، جزر والزيتون الاخضر. هنا الزيتون الاخضر تحبي ديري المجمول تحبي ديري هذا، سمن وزيت ولي زيبيس، عندنا ملح فلفل كحل زنجبيل وكزبر. هنا نبداو نديرو الزيت والسمن، نذوبوهم شويه، نحطو عليهم قطع الدجاج، نحمرو صاع الدجاج نحمروه قبل، قبل ما نلوحو البصله راح نزيد الجزر والبصله. هنا السنارية راح نخليها باش تجي بنينة، والبصلة نخلطو كلش مع بعض. وما ننساوش لي زيبيس، نديرو قيس فنجان تاع ماء شويه برك باش يتقلى مليح وما يتحر ما تتحرقلناش هذيك البصله ولي زيبيس. نخليوهم يتقلاو مليح واحد 10 دقائق هكاك باش كي يطيب لنا الدجاج والسناريه يطيبوا بنان، ونخليهم هكا نخليهم يتقلاو. من بعد نمرق. هنا بعد ما تقلات مليح راح نمرق، مرقي بالماء سخون غطيها ونخليها طيب. هنا الزيتون ما نلوحوهش دركا حتى تشوفي لاصوص تاعك بدات تختار، لوحي ثم في هذاك الوقت لوحي الزيتون. هنا الزيتون انا ما نغليهش في الماء باه ما تروحش الطعمه تاعو، وما نلوحوش في الوقت هذا باش ما يعني البنان تاعو تقعد هي هي ويقعد محافظ على الشكل تاعو تما ما يذبلش. هنا بعد ما بدات لاصوص تعقد راح نزيد لها الزيتون. تأكدي انه ما يكونش الزيتون تاعك مالح، نزيد له دقائق ونطفي عليه. هاوليك طاجين الزيتون بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا. هنايا كنت حمرت الدجاج، اللي تحب تحمرو تحمرو، اللي ما تحبش ما تحمروش. الزيتون كيف كيف، تحبي ديري هذا تحبي ديري المجمول. هذه هي الوصفة والطريقة، اللي عجبتها الوصفة والطريقة ما عليها غير ديجا من فيديو اشتراك القناة، وإلى لقاء مع وصفات وفيديوهات جدد إن شاء الله.